أهلا أعزائي المشاهدين من عند نهر الأردن. رح أتكلم في هذه الحلقة عن شخصية مهمة في الكتاب المقدس لواحد من الثالوث. رح أتكلم عن الروح القدس. أنا موجود في منطقة تسمى قصر اليهود، من الجهة الأخرى جهة الأردن بسموها المغطس اللي هي بالكتاب بيت عبرة، وإن كان يوحنا المعمدان يعمد الناس. وطبعاً نهر الأردن هو النهر المقدس، وهو الحدود الجغرافي الطبيعي بين الأردن والأراضي المقدسة. اخترت في البداية هذا المكان لأنه واحدة من أجمل الأقوال اللي اعترف فيها يوحنا المعمدان، قال أنا أعمدكم بماء. في هذا المكان كان يوحنا يعمد الناس بالماء، والمسيح اعتمد على يدي يوحنا في هذا المكان. لكن قال يوحنا العبارة المهمة جدا، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. بالروح القدس، هذه معمودية يسوع المسيح اللي وعد فيها يوحنا المعمدان. وبهذه الحلقة رح نتكلم عن شخصية الروح القدس. نبتدي من هذا المكان الجميل من عند المعمودية، كلمات يوحنا المعمدان. ابقوا معي لأن راح نواصل حديثنا من مدينة القدس أورشليم. سأعود بعد قليل. فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى ابن الله. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلاً: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. أهلا أعزائي المشاهدين، برحب فيكم أجمل ترحيب من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم، لكن تحديدا على جبل صهيون. جبل صهيون طبعا في أعلى الجبل في منطقة العلية، وين التلاميذ امتلأوا من الروح القدس. وإذا بتطلع في منتصف الجبل في كنيسة مشهورة جدا تسمى كنيسة صياح الديك، اللي كانت بيت قيافة. في ليلة الخميس المسيح حوكم من مجمع السنهدريم في هذه المنطقة، وهي البلدة بلدة سلوام. وادي قدرون بيلتقي مع وادي هنم، وبتشوف كل هذا الجبل أمامك، يسمى جبل صهيون أو جبل الرب. منواصل دراستنا وحديثنا عن شخص مهم، شخص الروح القدس. احنا كنا في نهر الأردن وشفنا نبوة يوحنا المعمدان، قال أنا أعمدكم بماء، لكنه تنبأ عن مجيء المسيح قائلا هو يسوع المسيح سيعمدكم بالروح القدس والقوة والنار. بالروح القدس والنار، روح القدس هو روح القوة. إخوتي وأخواتي، الروح القدس مش مجرد تأثير أو فاعلية، ولا مجرد ملاك مثل ما البعض بيدعي الملاك جبرائيل. الروح القدس هو شخص واحد من الأقانيم الثلاثة، هو الله الروح. منشوف عمله من بداية الخليقة، في البدء خلق الله السماوات والأرض، بعدين مكتوب وكان روح الرب يرف على وجه المياه، فمنشوفه في الخليقة. أيضا منشوف الروح القدس في ولادة يسوع المسيح في النبوة، إنه الروح القدس يحل عليك. ومنشوف أيضا الروح القدس في قيامة يسوع المسيح، إنه أقامه الروح القدس، أقام يسوع المسيح. وأيضاً منشوف الروح القدس في مجيء المسيح ثانية، واحدة من الآيات الأخيرة التي تقول
الروح والعروس يقولان تعال. فإذا منشوف خدمة الروح القدس، عمل الروح القدس، وشخص الروح القدس من الخليقة إلى مجيء يسوع المسيح ثانية. في هذا الموضوع بركز عليه البشير لوقا في بشارته في الإنجيل المقدس. إذا كان متى بيتكلم لليهود كان دائماً بيذكر العبارة لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، يعني تتميم النبوات هي تمت في مجيء المسيح، في المسيح الملك المخلص، في الرب يسوع. لكن لوقا بيكتب لليونان وبيكتب لشخص اللي هو ثوفيلوس، وبركز كتير مهم على شخص الروح القدس، وبتشوفه تقريبا في معظم الشخصيات الميلادية إن الروح القدس بيلعب دور مهم جدا. خليني أسرد بعض الأشياء. فمثلا يقول الكتاب عن يوحنا المعمدان: ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. يعني يوحنا المعمدان اللي كان هو بهيئ الطريق للرب، ومثل ما قيلت عنه نبوة نبي العلي، كان ممتلئ من الروح القدس وبروح النبوة والإعلان، أقر أنه ليس المسيح لكن وجه أنظار العالم على يسوع المسيح وعلى فداء المسيح، قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فإذا يوحنا المعمدان رجل الله من بطن أمه كان ممتلئ من الروح القدس. ولا ننسى الآية الشهيرة عندما جاء الملاك وبشر القديسة مريم العذراء وسألت هذا السؤال: كيف يكون هذا؟ فقال لها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. هذه البشارة كتير كتير مهمة. فالبشارة هي تتميم لنبوة في العهد القديم إنه ولادة يسوع المسيح رح تكون ولادة عذراوية بحسب إشعياء النبي إصحاح 7 والآية 14: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. وعندما سألت طبعا هي إيمان في النور كيف يكون هذا، فشرح لها الملاك عن كيفية إتمام هذا الموضوع. نفس الروح القدس اللي كان في الخلق، ونفس الروح القدس اللي أوحى للأنبياء، ونفس الروح القدس اللي تكلم عنه يوحنا المعمدان: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. The Star of Bethlehem, of course, is so fascinating, and indeed it would be so helpful if we knew exactly what the star was, because then we could date exactly the birth of Jesus. We don't happen to know, of course, that it was December 25th, 5 BC, or any other year. We're not sure at all of the month in which Jesus was born. The best estimate among scholars is somewhere between June and December of 5 BC. So it would help to know what that star was. To this day, we cannot tell you exactly. We have guesses. And of course, there are two categories of response. The first category would be it's a supernatural item sent by God. It stops and starts, and therefore don't try to explain it by any natural astral occurrence. The other explanation says that it could be an astral occurrence that was used by God. And I think Christians ought to be ready to accept either alternative. Johannes Kepler, the great astronomer at Prague, noticed something in the sky that absolutely intrigued him. It was the triple conjunction of Jupiter and Saturn. Three times Jupiter almost approaches Saturn. First of all, he calculated that that triple conjunction would happen only every 800 years. It happened at the birth of Jesus, happened in 800, happened in 1600 when Kepler saw it, will not come again till 2400 AD, so don't try to wait around for it. In any case, this triple conjunction has a lot to say about why the Magi would make the trip.
But what you see in Matthew 2 is that the Magi referred to it as the star. And you see that repeatedly, so it seems like it would have to be a single object. Now, there's dozens of books written on the Christmas star. Almost all of them say it's a conjunction of planets. And there was a spectacular conjunction in 2 BC where Jupiter and the Venus came together. But they would have only been together as a single object for about an hour. They would quickly separate as the planets move. I don't think the Christmas star was a supernova. A supernova, when it explodes in our galaxy, literally outshines all the other stars in our galaxy. It's so bright you would see it in the daytime, and everybody would have recorded it. But novae are less spectacular explosive events than stars. Now, having one recur with, say, a 2-year difference, that's right in the range of what you'd expect for a recurring nova. And it would literally be the same star in the same position of the sky, appearing approximately the same brightness. الروح القدس هو روح الله. منواصل دراستنا من جبل الزيتون الذي يطل على جبل صهيون. واخترت هذا المكان أحباء اللي بيطل على هذا الجبل لأنه المسيح أيضا وعد بمجيء الروح القدس. وعندما جاء الروح القدس في يوم 50 في أعمال الرسل إصحاح 2، حل الروح القدس على الجميع وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانت بداية الكنيسة من خلال عمل الروح القدس. فالبشير لوقا سواء في إنجيل لوقا أو في سفر أعمال الرسل، هو سفر أعمال الروح القدس بركز على مجيء الروح القدس. نفس الروح القدس اللي حل على أنبياء بقول يحل عليك روح الله وقوة العلي تظللك. عارف مثل ما إسا في هيك سحابة عم بتظلل، أحياناً الشمس بتطلع وبتروح، هيك بالضبط كان في سحابة بتظلل الشعب في العهد القديم، وكان في عمود نار وعمود سحاب، حضور الله اللي بيصير في وسطهم. ولما نمتلئ من الروح القدس بيسكن فينا، بنمتلئ من حضور الله. فمريم العذراء امتلأت من حضور الله وظللتها قوة الله، مثل مكتوب عن في قدس الأقداس عن الكروبيم، الملاك الكروبيم، الأجنحة تظلل المكان. فنفس قوة الروح القدس تظلل مريم العذراء. فبقوة الروح القدس، في بذرة الروح القدس اللي حل على مريم العذراء، حبلت طبعا، وكان طبعا هذا الحبل بدون رجل، تتميم لنبوات في العهد القديم. وهذه هي المعجزة، الروح القدس حل على مريم. والمسيح لم يتورث الطبيعة الخطاءة مثل بقية البشر. شخصية أخرى امتلأت من الروح القدس أليصابات، نسيبة قريبة القديسة مريم، مكتوب عنها وامتلأت أليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي؟ شو اللي عرفها؟ العجوز بتستقبل مريم الشابة يمكن عمرها 15 سنة، بحال ما سلمت عليها مريم بإعلان بوحي من الله، امتلأت من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم.
من أين لي أن تأتي أم ربي؟ مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. وشوف النبوة، من أين لي أن تأتي أم ربي؟ وفعلا يعني تنبأت إنه اللي في بطن مريم العذراء هو رب يوحنا ورب إليصابات، بل هو رب العالم كله. وهذه النبوة لأنه امتلأت من الروح القدس. كان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان باراً تقياً ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنعا له حسب عادة الناموس، أخذه على ذراعيه وبارك الله. أعزائي، كما ذكرت، الروح القدس هو الله، الله الروح القدس. فإذا الروح القدس لعب دور مهم جدا في ولادة الرب يسوع، مثل ما قرأنا: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك القدوس، هذه صفة إلهية، يعني صفة على الله، القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فطبعاً البشير لوقا بحاول يورينا هاي النقطة المهمة جداً في بشارته، أنه كيف الروح القدس بيلعب هذا الدور الهام مع عدة شخصيات. أيضاً زكريا أو أبو يوحنا المعمدان، مكتوب: وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ. عندما امتلأ من الروح القدس ابتدأ يتكلم بإعلانات، ابتدى يتكلم بكلمات نبوية، ولسيما عن يوحنا المعمدان، وأيضا عن نبوات مستقبلية من خلال طبعا ولادة يوحنا ومن خلال ولادة يسوع المسيح الذي هو نور لجميع الأمم. ثم أحبائي، بيقول في النبوة: أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح. يوحنا المعمدان اللي امتلأ من بطن أمه بالروح القدس كان بينمو أيضاً في الروح القدس، بيتكلم من خلال الروح، وبيعمل أحبائي أعمال الله بقوة حضور الله اللي في داخله، بحيث أنه كان بيكرز بالتوبة ومغفرة الخطايا، وكان بعمد عند نهر الأردن وبيدعو الناس إلى الانضمام للملكوت الجديد. طبعاً هو بيتكلم عن رعاية إسرائيل الجديد. فإذن هذا مهم جدا كان من خلال عمل روح الله، فكان بينمو وبيتقوى بالروح. لكن لما راحوا إلى منطقة الهيكل في أورشليم، نقرأ عن كمان شخصية، عن سمعان الشيخ. مكتوب: وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان باراً وتقياً ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. بعدين بيستمر بقول: وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب. مكتوب أيضاً: فأتى بالروح إلى الهيكل. عم نشوف كمان شخصية سمعان الشيخ اللي كان بار وتقي، كاهن ونبي مملوء من الروح القدس، كان بينقاد بالروح القدس، أوحي إليه بالروح وأعطى إعلانات ونبوات من خلال الروح القدس. أيضا بتعرفوا يعني لوقا بيستمر، إذا بكمل بالإصحاحات، معمودية يسوع المسيح نزل الروح عليه، نزل الروح القدس على يسوع المسيح بهيئة جسمية مثل حمامة، بيتكلم عن الروح القدس. فإذا حتى شخصية يسوع الطفل لما بيتكلم عن خدمته في إنجيل لوقا، مكتوب أيضا: رجع من الأردن ممتلئا من الروح.
لما بيرجع للجيل المكتوب ورجع بقوة الروح، ولما كان في البرية كان يقتاد بالروح. فإذا لوقا البشير في الإنجيل المقدس بيلعب دور مهم جدا، وعم بيوري إن الروح القدس إله دور في كل الموضوع، سواء بولادة يسوع المسيح الميلاد العذراوي، سواء بكل الشخصيات اللي ذكرناهم من إليصابات، من مريم، من زكريا، من سمعان، من يوحنا، وشخصيات كثيرون اللي امتلأوا من الروح القدس حتى تتم النبوات، يتم عمل الله وإرادة الله إنه المسيح يولد في ملء الزمان. إخوتي وأخواتي الأعزاء، منستكمل حديثنا في هذه الحلقة عن دور الروح القدس في ميلاد الرب يسوع المسيح. مرة تانية لما سألت القديسة مريم كيف يكون هذا، قال لها الملاك: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فإذن لوقا البشير عم بورينا عمل الروح القدس وقوة الروح القدس في هذا الموضوع. مثل ما ذكرت في البداية إن الروح القدس إله دور من الخليقة إلى مجيء المسيح ثانية، لكن أحبائي هذا تم لما بتطلع على القدس القديمة إنه امتلأ التلاميذ بالروح القدس في يوم 50 في علية صهيون، وعندما امتلأوا من الروح القدس خرجوا يبشروا ويكرزوا بالكلمة. وبطرس الرسول اللي كان خايف واللي كان طبعا مرتعد، منشوف انه عنده شجاعة، عنده جرأة، بيطلع برا في منطقة الهيكل ويقول: أنتم بأيدي أثم صلبتموه. وفعلا حل عليه الروح القدس وامتلأ من الروح القدس، وكان بيشهد وكان بيتكلم بكلام الله بكل مجاهرة، ونفوس كثيرة رجعت للرب يسوع المسيح، وكتير نفوس انضمت إلى الكنيسة. مازال صدى نبوة يوئيل النبي إن في آخر الأيام أسكب روحي على كل بشر. احنا بنشوف انه بطرس اقتبس هذه الآية في ولادة الكنيسة في يوم 50، لكن برضو يوئيل بيتكلم عن نبوة مستقبلية انه روح الرب رح يحل على كل البشر، طبعا اللي بيقبلوه اللي بيتبعوا الرب يسوع المسيح، ونشوف آيات وعجائب فعلا لم تخلق على هذه الأرض. الشخص اللي بيكون مستعد والشخص اللي بحاول يعني يتنازل أو ينكر ذاته، والشخص اللي بيسلم حياته ليسوع المسيح، الشخص اللي بيطلب معونة من الله، بيطلب الامتلاء من الروح القدس، الرب بيستجيب. وعندما نمتلئ من الروح القدس نبتدي نشوف أمور عظيمة، نبتدي نشوف إعلانات إلهية، ومنشوف بركات إلهية، منشوف المقاصد الإلهية بالعين الروحية، منشوف أمور عظيمة جدا. الله ما زال بضيف أسماء. يمكن أنت تكون الشخص المستعد المهيأ اللي الله راح يستخدمك أنك تكون بركة لأمم وشعوب كثيرة. بكل بساطة أنت محتاج تصلي تقول له: يا رب فرغني من كل ذات، من كل معطل، املأني بالروح القدس.
وهذا الملء ما زال متكرر حتى يومنا هذا. نشوف أمور الله في حياتنا. الرب يبارككم، وأنا بصلي من كل قلبي إن الروح القدس فعلاً في الأول يسكن في قلبك في موضوع الخلاص ويملأ حياتك حتى تكون مستثمر ومستخدم من الرب. أحب أسمع منك، الرب يكون معك.